صعب جدا ان يقدم فنان بقامة دريد لحام، لان اولا مش انا اللي هقدمه، الزمن هو اللي يقدمه، لان اي فنان عندما يتحدى الزمن ويبقى على القمة فترة 40 سنة أو يزيد، فمعناها أي كلام حول ذلك لا جدوى منه، لأن أثبت بتحدي الزمن بأن فنه هو الفن الحقيقي الصادق الذي يبقى. هذا القصر وهذه المدينة الرائعة أعطتني كل الفرح، أعطتني كل الفخر. لما كنت طفل عمري 6-7 سنوات، كنا ليلة العيد نغفى وحاطين ثيابنا المجددة وليست الجديدة تحت المخدة، ونحلم بفرح العيد. فرحي اليوم بيشبه ذاك الفرح. كتر خيركم. كنت بحلم اقف جنبه على المسرح، فربنا اكرمني بفيلم جميل قوي من تاليفه ومن اخراجه وتمثيله. موسوعه، هذا الرجل بجد موسوعه، يعني تدخلي كده كانك داخله كتاب تاريخ جميل وعلى درجه كبيره من الوعي والثقافه، وحد ثقيل الوزن كده ما شاء الله عليك. مثل ما قالت ست ليلى، أنه ما يترك فرح يلي هو عرس في العالم من أصدقائه اللي يحضروا رغم المسافة. أنا لما زوجت ابني ثائر يلي سميته ثائر تيمنا بالثورة الجزائرية، عندما تعرف الواحد يعني لما عنده أصدقاء وخاصة عبر الحدود، يعني نوع من رفع العتب يرسل لهم بطاقة دعوة. ومن جملة من أرسلت بطاقة دعوة لرفع العتب لمصطفى العقاد في لوس أنجلوس لكي يحضر عرس ابني في دمشق، وأنا مش عامل حسابي طبعا أنه حيحضر، لأنه شو بيجيبه 17 ساعة طيران. ليلة العرس قبل الفرح ابني أو عرس ابني بليلة واحدة، اتصل في مصطفى العقاد قال لي أنا وصلت. لوين وصلت؟ قال لي عشان. قلت له شو جابك؟ قال لي جاي احضر العرس مو عزمتني. قلت له هيك حدا عملت لنا مشكله، لانه مش حاسبين حساب انك تحضر، فبالتالي جلوسك صار في مشكله بالنسبه لنا، وين بدنا نحطك؟ على اي طاوله؟ على اي. ففعلا لم يترك، لا يترك لحظه فرح الا بعيشها، لانه بحس على انه الفرح هو الامل، هو اللي بتساعده على صعوبة الظروف وصعوبة الحياة. أحلى لقب فنان الحب في شهر الحب، تكريم مش بس من المركز هنا أو من القصر هنا، لكن تكريم. شوف كم قلب مصري جايين يكرموا فنان الحب دريد. الله يخليك يا قلبي، ما يعني مثل ما بيقول عبد الحليم فناننا العظيم، وبعز الكلام سكت الكلام. أي فنان عربي بيحلم انه يكون له موطئ قدم بالقاهره هوليود الشر، لكن انا بحس انه صار لي موطئ قلب مش قدم، لانه بهذا الفيلم حاولت العوده الى العائله، لانه انا بعتقد انه الاطفال مغيبين وهم نصف المجتمع، مغيبين عن السينما بشكل او باخر، فمشان حقق حضورهم اللي هو موجود اجتماعيا لجأت للعائلة، لأنه العائلة هي اللي بتعبر عن التوازن الاجتماعي بوجود الكبار والصغار مع بعض. لجأت لخاطب العائلة الأب والأم والأولاد، معنى أن يحلم الإنسان وأن تكون له إرادة لتحقيق هذا الحلم، وبالتالي عندما توجد الإرادة لا يوجد مستحيل. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، عايزة كلمة حب في عيد الحب لأجمل قصة حب في الوسط. تاخديه بقى كده بحب شديد ويوم تكريمه، أعتقد أنت هتقوليله أحلى كلمة حب. بحبك. تديله بوسة، بوسة على الهوا، أحلى حاجة دي. ألف مبروك، ربنا يحمي قصة الحب الحلوة ويخليك للعالم العربي تبدع. ما عندك فكرة يعني قديش اليوم في قصر السينما هاد، وفعلا ما عم بعرف شو بدي اقول بهذا التكريم اللي اتى
ده بيخليني أشعر مو بس بالفرح، بيخليني أشعر بالفخر أيضا.